بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنقدم فيه برضو موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الكتابة. الكتابة اللي بتكون مدعومة بالمراجع، يعني بيسمح لك بكتابة إنك تكتب وأنت بتستعين بالمراجع. برضو توضيح، الموقع ليس مجانا تماما، الموقع بيسمح لك بالتجريب فقط. وانا قلت دايما ان تنوع المواقع الكتيره اللي حضراتكم شايفينها انها كتيره، وانا بتفق معاكم انها كتيره، لكنها بتسمح لي ان انا استخدم الموقع ده في حاجه واستخدم الموقع ده في شيء اخر. وبالتالي لان احنا زي ما انا قلت قبل كده غالبيتنا يعني السعر بتاع المواقع ليس متاح للجميع. طيب بسرعه عشان ما اضيعش وقت، الموقع بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه prescrite.com. prescrite.com من الحاجات الجميلة اللي عجبتني في الموقع هو شكل الصورة ديت اللي هو مستخدمها، ان الشخص بيكتب بقلم وبعدين زي ما يكون فيه يعني موتور او محرك لطائرة، يعني هدفه طبعا يعكس الفكرة بتاعت كويكرز، السرعة اللي بتكتب بيها. برضو اكد على فكرة حاجة مهمة حضراتكم، لو عملتوا لو بصيتوا على الجزء اللي هنا بيقول AI writing tool for AC research paper او report. فإذا الموقع يعني عنده بيتعامل مع الموقع بمنطق أكاديمي وليس بمنطق المدونات، مع ملاحظة إنه برضو الموقع زي ما انتم شايفين تحت هنا بيقول write your research papers blogs، موجود يعني برضو في المدونات وفي الإيثي المقالات وفي الأبحاث الأوراق البحثية، يعني طبعا متنوع متنوع. طيب عايزين نسجل، طبعا مش هنتكلم كتير في موضوع التسجيل لان الموقع ما فيهوش جديد ناحيه التسجيل، زيه زي كل المواقع اللي احنا شفناها. لو عندك الجيميل بتدخل مباشره، طب لو ما عنديش انا مش شايف طريقه تانية للادخال خلاف الجيميل، يعني انا قدام مني مش شايف طريقه تانية للادخال خلاف الجيميل، فلازم يكون عندك جيميل عشان تقدر تدخل للموقع ده. طب لو ما عنديش، يعني طبعا الايميلات ما هياش بمقابل مادي، فبيشوف ايه الايميل المتاح على السيستم عندك وبيدخلك وبتعمل له كونفرميشن علشان يدخلك مباشره على الموقع زي ما حضرتك كده شايفين انا كده جوه الموقع. برضو الموقع بيأكد على فكره الاسعار وفكره انك انت، طبعا خليني اكنسل ده كده. الموقع يعني انا ممكن ابدا بصفحه فاضيه زي دي كده، ايوه، وممكن ابدا اكتب واستخدم الذكاء الاصطناعي زي ما انتم شايفين طرق مختلفه للموضوع، بس انا افضل ان احنا نقول كده نيو دوكيمنت، وفي نيو دوكيمنت نبدا نكتب، يعني ممكن تقول له رايت ا ريسيرش بيبر على عن كذا، او رايت اي سي او رايت ايش انت عايز تكتبيه. توفيرا للوقت انا عايزه يكتب حاجه باستخدام مراجع، فانا هقول له كده اختار البرومبت اللي انا كنت كاتبه قبل كده using in text citation، ويعني قول لي انا عايزك تستخدم in text citation علشان خاطر يبقى فيه توثيق للمراجع. عندك تايتل او ما عندكش ده اوبشنال، يعني لو عندك عنوان ممكن تحطه، ما عندكش فانا ممكن اخد الجزء اللي هنا ده كده واضيف عليه كلمة the relationship، يعني العلاقة او يعني بين السيكولوجيكال كابيتال والبروفيشنال ايدنتيتي. فانا ده البرومبت اللي انا استخدمته، فتعالى كده مع بعض هنقول له كرييت، يعني نفذ لي الموضوع ده. بيسمح لي الموقع ب 400 كلمه، 400 كلمه دول غير قابلين للتجديد للاسف، يعني مش كل يوم ولا كل شهر ولا كل حاجه من الكلام ده، هو مجرد مره واحده فقط. لما انتم شايفين هنا بيقول لي والله انت كده، لو انا بصيت في الجزء اللي فوق هنا اهوت بيقول لي انت كتبت 277 كلمه، فهيسمح لي ان انا اكمل لغايه لما اخلص. طب لو انا عايز اشترك ايه الاسعار بتاعتهم؟ لو حضرتك شفت هنا اهوت رحت عند الابجريد هنا اهوت، وفي الابجريد هيقول لك ايه البلانز المتاحه. الاسعار بتاعته طبعا 10 دولار في الشهر، يديك انليميتد كلمات غير محدوده، كلمات غير محدوده، طبعا ده اللي هو ب 10 دولار في الشهر، كلمات غير محدوده بحيث انك انت تقدر انك انت تكتب. لو رحت عند البرايسنج هنا بس للتوضيح، عند البرايسنج بيقول لي النسخه الستاندرد ب 10 دولار، وال 10 دولار هي زي ال 30 دولار انليميتد سيف مش عارف كذا ريتش تكست فورماتنج، بس فيديو كول سبورت، يعني الاضافه هنا
انه ممكن تعمل لقاء معاهم عشان خاطر تطلب منهم دعم معين. لا شكرا، لو انت مهتم انا اعتقد ان ده هيبقى مناسب. هرجع مره تانية للمستندات بتاعتي من خلال كلمه دوكيمنت، هنا هيقول لي ايه المستندات اللي موجوده عندك. انا عندي المستند ده، وطبعا ده هم كان اصلا موجود، لو انا مش عايزه بنعمل ديليت. وهنا طبعا نفس الامر، ادي لو انا بس عندي الثلاث نقاط هنا اهو كده، لو انا عايز اعمل لها ديليت. طب انا عايز اضيف حاجه، لو انا مثلا رحت عند جزء معين هنا بهذا الشكل وبدات عملت السلاش اللي هو فورورد سلاش، بيقول لي انت عايز تكتب ايه؟ خليه هو يكمل لك كتابه ولا تعمل قائمه ولا اخره. فانا ممكن اقول له والله انا عايز اعمل عنوان فرعي. طب العنوان الفرعي ده عايز تحط فيه ايه؟ اقول له مثلا ميجرز اوف سيكولوجيكال كابيتال، يعني عباره عن ازاي نقيس السيكولوجيكال كابيتال، بيتقاس ازاي. واقوم جاي نازل ويا دوبك بقى علامه بلس زائد بلس كده، بلس مرتين يبدا يكتب لك على طول. عندنا كام كلمه دلوقتي؟ 371 كلمه. انا برضو بوضح عشان الناس اللي بتقول لك المواقع، احنا في مواقع بنلاقيها مجانا او مواقع تجريبيه او مواقع كذا. فهنا بيتكلم من العنوان بتاعي بيقول لي ميجر ار اسينشال، ده حاجه مهمه، وفي عندنا ادوات مختلفه، وممكن بدا يتكلم على الموضوع ده. لو انا كده قلت له بلس بلس عشان يستكمل الكتابه بهذه الطريقة، خلاص 400 كلمة خلصوا بتوعك، واعتقد انه ممكن يكون هو زود لي حاجة من عنده. طيب نرجع مرة تانية بس في الجزء الاخير، ازاي ان انا انزل الكلام ده وتحتفظ بيه ازاي. هطلع فوق هلاقي كلمة فيد، كلمة داونلود. داونلود، ودي من حاجات الكويسة ان بينزل لك الحاجة في شكل وورد دوكيمنت، يعني تقدر تضيف عليها، تقدر انك انت تستفيد بيها، لان احنا كلنا طبعا بنستخدم بعد كده الوورد دوكيمنت علشان خاطر طيب لو انا كده بقى، انا طبعا ده التايتل اللي احنا والميجرز اوف سايكولوجيكال كابيتالز، ده الجزء اللي هو كتبه في الاول وده الجزء الثاني، وكده خلص الكلمات اللي هو متاح لي بيها. السؤال بقى، طب انا لو انا عايز، احنا قلنا الاضافه، او انت عايز تضيف، او انت عايز تزود، لو انت شايف هتقول لي رايك ايه في الموقع. انا رايي ان في ضوء الليمتد قوي، الحاجات القليله قوي اللي هو عاطيها، الموقع من وجهه نظري يعني غير جيد. وطبعا احنا في تواصل، انا بيبقى من مواقع زي كده بحاول اديهم بعض النصايح بحيث ان هم يقدروا يعني يطوروا من الموقع بتاعهم. يعني انا محتاج نمره واحد قائمه مراجع في النهايه، دي مش موجوده، فما اقدرش اقول دي اسمها ريسيرش ارتكلز. الحاجه الثانيه اللي انا محتاجها ان تكون الليمتد، عدد الكلمات المتاحه 400 كلمه، ده كلام طبعا لا يسمح بتجربه ولا يسمح باي حاجه. هنبعت لهم ونشوف برضو رد فعلهم ايه. اتمنى برضو في النهايه ان يكون الموقع دوت افاده او اضافه للمواقع الكتيره جدا اللي انا عارف انها كتيره جدا اللي احنا استخدمناها او اللي احنا عرضناها. واتمنى ان يكون المواقع دي كلها حضراتكم تستخدموها في الخير، لان احنا هدفنا في الاول والاخر مش ان احنا نستبدل الباحث، ولكن نديله بعض الادوات اللي ممكن تساعده في انه بعد كده هو يستكمل ويكتب بطريقته ويكتب باسلوبه. هتقول لي نفس السؤالين التقليديين، لو اخدت الكلام ده هل في بريجرزم، في استلال؟ لا، استلال زيرو. طب ممكن اي موقع هيكتشف؟ اه هيكتشف، ولذلك هيجي السؤال التقليدي لازم تستخدم موقع اخر عشان تقلل نسبة الاستلال، نسبة الـ AI detection وليس نسبة الاستلال. اتمنى يكون الفيديو ده افاد حضراتكم. دايما في نهاية اي فيديو بقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال. اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.